أهلا بك في المكتبة الإلكترونية. تمكنك المكتبة بالبحث بطريقتين، الأولى عن طريق Search والثانية عن طريق e-Resources. عند النقر على Search وكتابة الموضوع المراد البحث عنه، مثلا Flu، تظهر لك صفحة النتائج، فيمكنك رؤية جميع النتائج من هنا. التجارب الطبية، الصور، المقالات الطبية، وبالضغط على العنوان يظهر لك الموضوع كاملا. والطريقة الأخرى للبحث هي عن طريق e-resources، فيمكنك اختيار نوع المصدر، قاعدة البيانات، اسم المجلة الطبية، والعنوان. يمكنك أيضا حفظ قاعدة البيانات والمجلة الطبية في مكتبتك الخاصة بالنقر هنا، وستظهر لك محفوظة في تبويب My Library. نرحب بك دائما في مكتبتك الإلكترونية.